أحييكم وأهلا بكم إلى الساعة الثانية من العالم الليلة. أنا ميسون الويهد ونبدأ بالعناوين. في حرب لبنان تفاوض على وقع تصعيد، حزب الله يقول إنه سيقاتل ويفاوض، وتل أبيب تتمسك بحرية الحركة ضده. بدء تنفيذ خطة الحكم العسكري لغزة، تقارير تتحدث عن تحول في موقف المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تجاه إدارة القطاع وبدء تطبيق إجراءات على الأرض. أيضا ترامب يواصل إثارة الجدل بتعييناته وجديد إدارته مسؤولة سابقة في اتحاد المصارعة ومقدم برامج ومؤيد قوي لفرض التعريفات الجمركية ضد الصين. منعطف جديد في الحرب الأوكرانية للمرة الأولى، ستورم شادو لضرب العمق الروسي، وواشنطن تزود كييف بألغام مضادة للأفراد. أهلا بكم. سرية التعديلات والمصطلحات المنقحة استراتيجية اتسمت بها المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، سواء من الوسيط أو الطرف المعني أي حزب الله. الأمين العام للحزب نعيم قاسم أكد النظر في المقترح وإبداء ملاحظات عليه ليتم نقلها بعد ذلك للمبعوث الأمريكي. وعملا بالطريقة الإسرائيلية، حزب الله وفق أمينه العام يقود مسارين هو الآخر، أحدهما للميدان وآخر للمفاوضات تحسبا لعدم نجاحها وفق تعبيره. يقولون الآن بأنه يوجد ورقة من أجل المفاوضات. نحن استلمنا هذه الورقة وقرأناها جيدا وأبدينا ملاحظات عليها. لدينا ملاحظات ولدى الرئيس بر ملاحظات، أي أن ملاحظاتنا كلها بين المقاومة والدولة إن شاء الله متناغمة ومتوافقة. وهذه الملاحظات قدمت للمبعوث الأمريكي وتم النقاش معه فيها بالتفصيل. نحن قررنا أن لا نتكلم في الإعلام لا عن مضمون الاتفاق ولا عن الملاحظات التي لنا. ثنائية القصف والتهدئة إذن سجلها مسرح الأحداث اللبناني في اليومين الأخيرين. فمن جهة نيران متزايدة أصر عليها نتنياهو في زمن المفاوضات، وفي الأخرى هرولة أمريكية باتجاه إنجاز الاتفاق. المبعوث الأمريكي مدد زيارته المقررة في بيروت لتعديل بعض مصطلحات مقترح بلاده ليضمن في حقيبته موافقة لبنانية تسمح بالخطوة المقبلة. وبحديث مختصر أكد إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار، كما وصل إلى تل أبيب آملا بالتوصل إلى حل قريب وقرار حاسم وفق تعبيره. ربما هذا أمر يزعجكم، ولكنني لن أكشف مضمون المحادثات ولا طبيعة الخلافات. بقيت هنا في لبنان لتحقيق تقدم كما هو مخطط له، وسأذهب إلى إسرائيل لمواصلة المباحثات بناء على النقاشات هنا. نقاط عالقة وزمن محدود. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسابق الوقت لتسجيل اختراق في الملف اللبناني قبل نهاية ولايته، فالورقة الأمريكية الحالية مجهولة المصير إن ماطل الطرفان بها لما بعد دخول ترامب للبيت الأبيض، حيث تغيب أي تأكيدات رسمية على وجود توافق بين الرئيسين على الملف اللبناني. وحتى في غياب أي مماطلة، فإن اتفاقا محتملا لوقف إطلاق النار سيستغرق أسابيع عدة من جهة مراحل التطبيق، ولا سيما فيما يتعلق بآلية عمل لجنة المراقبة. غير أن هوكشتاين وعقب وقفته الثانية في عين التيني رجح وجودا سيابية في نقل الملفات إلى الإدارة الجديدة. سنعمل مع الإدارة المقبلة، وقد بدأنا فعلا في النقاشات معهم، وسيكونون على علم تام بما نقوم به. ومثل ما قال الرئيس بايدن بشأن نقل السلطات بسلاسة، فلا أعتقد أن تكون هناك مشكلة. الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر استبق زيارة هوكشتاين وأكد ضرورة التوصل لاتفاق من شأنه أن يصمد أمام التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أنه حال التوصل لاتفاق فإن بلاده ستحتفظ بالحق في التصرف بحرية حال حدوث انتهاكات من جانب حزب الله اللبناني. المبعوث الأمريكي موجود في المنطقة، ويمكنك أن تستنتج أن الأمريكيين يعتقدون أن مثل هذا الترتيب ممكن، ولكن الشيء الأكثر أهمية الذي يجب التأكيد عليه
هو أننا نرغب في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يصمد أمام التحديات. في أي اتفاق نتوصل إليه سنحتاج إلى الحفاظ على حرية التصرف إذا كانت هناك انتهاكات. من بيروت ينضم إلينا علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية. أستاذ علي أهلا بكم معنا. كما سمعنا موضوع حرية التصرف يبدو بأن هذا الأمر هو العقبة التي ستهدد الاتفاق، كيف سيتم تخطيها وكيف سيقبل بها حزب الله أو حتى الدولة اللبنانية؟ مساء الخير بيسون وللمشاهدين الكرام. يعني أعتقد هي نقطة ليست جديدة، بمعنى أفترض أن هناك مخارج وضعت لهذه النقطة. لا أرى أن هوكستين الذي للحظة لغى زيارته إلى لبنان ثم عاد وقرر العودة بعد اتصالات من لبنان، بتقديري هو النقطة الخلافية الأساسية. فلابد من أن يكون هناك مخارج معينة. يتحدث البعض عن عنوان أساسي هو حق الدفاع عن النفس لكلا الدولتين، وبالتالي هذا بحد ذاته ربما يعطي شرعية لإسرائيل، هكذا يفترض البعض، بأن تتدخل في حال رأت أن ما هناك ما يؤدي إلى تجاوز مثلا القرار 1701. والبعض الآخر تحدث عن ورقة ضمنية ربما قائمة على تفاهم أمريكي إسرائيلي، على الرغم أن الإسرائيليين يؤكدون، أكثر من مصدر إسرائيلي تحدث عن إصرار على أن يكون هذا في النص يعني وليس ضمن اتفاق أمريكي إسرائيلي جانبي. وبالتالي الأرجح هناك مخارج معينة، لكن رغم ذلك يعني لا يمكن الحسم في هذا الأمر. والأرجح أنه ستبقى في حال يعني ربما نصل إلى صيغة إسرائيل تعتبر أن من حقها، وحزب الله يمكن أن يتحدث ولبنان ويقول أنه لا، حفظ السيادة في هذا الأمر، لأنه الأسئلة كثيرة حول مصير هذا الاتفاق، أو خاصة لأنه يعني كل هذا الاتفاق لم يتم تسريب أي شيء عنه، وحتى في المؤتمر الصحفي رفض هوكشتاين أن يتحدث عن أي أمر. حتى الشيخ نعيم قاسم قال بأنه لا نريد أن نتحدث بالإعلام حول هذا الموضوع. ولكن المهم أيضا ما قاله الشيخ نعيم قاسم عن جزئية المستقبل السياسي لحزب الله بعد وقف إطلاق النار. دعنا أستاذ علي نستمع ومن ثم نتابع. سنقدم مساهمتنا الفعالة لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي بالطريقة الدستورية. 3. ستكون خطواتنا السياسية وشؤون الدولة تحت سقف الطائف بالتعاون مع القوى السياسية. ماذا يعني هذا الكلام؟ هل يعني بأنه حزب الله سيبقى يتعامل وكأن شيئا لم يحدث من شهرين وليس هناك من حارب، بأنه قادر على التعطيل أو فرض رئيس، أم على العكس اعتبرتم بأن هذه اللهجة هي لهجة هادئة، وخاصة عندما يتحدث عن بأنه كل الأمور تحت الطائف؟ يعني هي لهجة حمالة أوجه، وهي خاضعة للدينامية اللي يمكن تنشأ بعد وقف إطلاق النار، كيف سيكون الوضع السياسي. لأنه أيضا هو في جملة سابقة قالها في سياق النص هو التأكيد على مسألة وحدة معادلة الجيش والشعب والمقاومة، بما يعني بطبيعة الحال أنه وكأنه يقول لا شيء تغير على مستوى وجود حزب الله كطرف مقاوم. وهذه أسئلة مطروحة، أنه كيف يكون موجودا، وبالتالي هل سيكون موجودا في جنوب الليطاني؟ نفترض بأنه الاتفاق لا يمكن أن يكون أنجز إذا كان يبقي حزب الله في جنوب الليطاني وكأن شيئا لم يكن، وهذا إسرائيل لا يمكن بطبيعة الحال أن توافق عليه. أو حتى إبقاء سلاحه مثلا، برأيك هل من الممكن أن تقبل إسرائيل بأن يبقى السلاح؟ هذا السؤال، أنه في سؤال هون بما يتعلق بالاتفاق، أنه في سلاح ربما نقسمه إلى قسمين، قسم اسمه سلاح حزب الله الموجه لإسرائيل، وفي السلاح اللي فينا نعتبره لبناني إذا صح التعبير، بمعنى وظيفته داخلية. ربما إسرائيل تتساهل في موضوع السلاح الداخلي، وربما تحفز أيضا من لأنه المتوقع ربما في مرحلة لاحقة إذا ما حلت هالمسألة بده ينشأ مشكلة داخلية لبنانية حول موضوع هذا السلاح وحاجة هذا السلاح، خاصة مع انكفاء حزب الله وتراجعه من جنوب الليطاني، وبالتالي ما هي الوظيفة.
وعندما يجري الحديث عن المقاومة، فإذا ما هي وظيفة هذه المقاومة؟ هل يمكن العودة إلى ما كان عليه الحال قبل 8 أكتوبر 2023؟ في أسئلة عديدة. ربما أيضا الإسرائيلي، إذا افترضنا، لأنه كمان نحن بدنا ننطر الإسرائيلي شو رح يقول بالنسبة للاتفاق، لكن إذا افترضنا مثالا إذا كان هناك سار الإسرائيلي فيه، ربما هذه القنبلة ستنفجر في الداخل اللبناني، وربما الإسرائيلي يخطط لهذا الأمر. طب أستاذ علي، أيضا هناك تصريح لافت، مشكلة داخلية، أيضا الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله يعني أيضا كان له تصريح لافت حول التوغل الإسرائيلي في بعض القرى اللبنانية، نستمع. حصل هناك محاولات للتوغل في بعض القرى. أنا أريد أن أبين شيئا حتى يعرف الناس الأمور بوضوح. المقاومة ليست جيشا، المقاومة لا تعمل على أن تمنع الجيش من التقدم، المقاومة تقاتل الجيش حيث يتقدم. يعني لو دخل الجيش إلى قرية أو أكثر، سيكون المقاومون في داخل الوديان، داخل المغارات، وراء الأشجار، في بعض البيوت، في بعض الأماكن المحصنة يختفون. فإذا دخل الجيش التحموا به وقاتلوه. أليس غريبا هذا التبرير من قبل الشيخ نعيم قاسم؟ يعني خاصة بأنه يعني كانوا يعتبروا أنه هم أقوى من الجيش اللبناني، وهو وجودهم على الحدود اللبنانية، على حدود يعني في الجنوب، من أجل حماية الأراضي اللبنانية. لا، وأيضا كان سمعنا كلام مخالف في فترات سابقة أنه خلي يجربوا يدخلوا الإسرائيليين بريا ونشوف شو بدنا نعمل فيهم. وبالتالي أكيد أن لا أقلل من شأن أنه في مواجهة عم تحصل وحصلت في وقت سابق على المستوى البري بين مع حزب الله والإسرائيليين، لكن أيضا لا يجب أن نغفل أنه الإسرائيل كمان نجح في التوغل في مناطق متعددة في مناطق الجنوب وعلى امتداد القرى الحدودية والتي دمر معظمها يعني. وبالتالي بطبيعة الحال وظيفة المقاومة اللي كان دائما يبشر بها بين مزدوجين على أنها قادرة على أن تمنع إسرائيل من الدخول، على قادرة إسرائيل على العدوان على لبنان، قادرة أن تخلق حالة ردع لإسرائيل، كل هذا تهاوى. هلأ بطبيعة الحال الشيخ نعيم بده يقول أنه في نهاية الأمر في مقاومة عم بتصير، وصحيح، لكن أيضا في توغل إسرائيلي، في مسح لعشرات القرى من الوجود، في مزيد من التدمير، في مزيد من الضحايا. على كل حال نحن بعد لحظات أستاذ علي سنتحدث عن مناطق الاشتباكات ومناطق التوغل الإسرائيلي. أشكرك من بيروت علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية، شكرا لك. إذن مشاهدينا، إطالة زيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان تترافق كما ذكرنا مع تطورات ميدانية حاسمة، فالجيش الإسرائيلي يضغط بريا مسجلا اختراقات عدة وفي محاولات متكررة للتوغل داخل قرى الخط الثاني على الحدود، كما نتابع في هذه الخريطة، حيث هناك إحدى الأليات الإسرائيلية وسط مبان في أحد أحياء بلدة طير حرفة التي نتابعها في هذه النقطة من الخريطة في قضاء سور. طير حرفة ومحيطها تعد مشاهدينا خط دفاع ثان وخط إسناد رئيسي لاستهداف مجموعة كبيرة من مواقع الجيش الإسرائيلي. أيضا تقع على خط يمتد من الظهيرة التي نتابعها في أسفل هذه الخريطة حتى الجبين ووصولا إلى شمع، حيث يتمركز هناك رغم الاستهدافات والاشتباكات المستمرة. أيضا نريد أن نتابع عن المحاولات الإسرائيلية التي تشمل التوغل أيضا باتجاه البياضة من الجهة الجنوبية. سيطرته على هذه البلدة تعني السيطرة على الخط الممتد من الظهيرة مرورا بطير حرفة وأيضا بشماع وأيضا بالبياضة في أعلى هذه الخريطة، بالتالي يعزل النقورة ومحيطها عن صور وقراها التي نتابعها في هذه النقطة، ما يعطيه القدرة على التحكم بريا ببلدات مختلفة جنوب صور. البلدات المذكورة مشاهدينا تتعرض لقصف عنيف هدفه تشكيل غطاء ناري لمحاولات التوغل، فمثلا بلدات مجد الزون والمنصوري وياطر التي نتابعها في هذه الخريطة هي حقيقة مناطق ملاصقة لمحور الهجوم، وهي تتعرض أيضا لقصف عنيف بالقنابل الفوسفورية. We'll be right back.
أيضا هذا خبر عاجل يدعوت أحرنو تتحدث بأنه التفاصيل الحساسة والنهائية لاتفاق وقف النار في لبنان لم تحسم بعد، إذن ليس هناك أي حسم للنقاط الحساسة في الاتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان حسب يدعوت أحرنو. أتابع الآن أيضا من الاختراقات البرية جنوب لبنان، إذ رافقها تكثيف للنيران في المناطق الحدودية وما توصف ببلدات الخط الثاني. الساعات الماضية تخللها هدوء حذر في بيروت وضاحياتها الجنوبية، إلا أن القصف تركز على بلدات عدة في قضاء صور بينها الحوش والجبين والمنصوري وقانا، كما لم تتوقف الغارات في بلدات النبطية ولا سيما في الخيام. الجيش الإسرائيلي استخدم كذلك القنابل الفوسفورية باستهدافه لبلدات الخريبي والجرمق وخراج كفرشوبة. مستمرون معكم، نتابع بعد الفاصل. غارات إسرائيل تطار تدمر للمرة الأولى، 46 قتيلا جراء القصف، والمرصد يقول إن معظمهم من حركة النجباء العراقية. نواصل العالم الليلة من حرب غزة، حيث قالت صحيفة يدعوت أحرنوت أن إسرائيل بدأت تطبيق فكرة الإدارة العسكرية في قطاع غزة على ضوء إجراءات على الأرض مثل توسيع المناطق التي يسيطر عليها الجيش. وأضافت الصحيفة أن الوزيرين سموتريتش وبنغفير يؤيدان فكرة الحكم العسكري للقطاع، وأن المؤسسة الأمنية حولت موقفها للتأييد بعد إقالة وزير الدفاع جالانت. كما لفتت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية بدأت في الأيام القليلة الماضية العمل بنشاط مع شركات خارجية ستتولى التعامل مع جميع قضايا المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تحت إشراف إسرائيل. كما أشارت يدعوت أحرنوت إلى أن وزير الدفاع الجديد كاتس والقيادة الجنوبية تدفع القيادة السياسية للسيطرة العسكرية على غزة. حق أطفالنا تعيش، تعيش بأمن، تعيش بسلام. حددوا لنا مكان آمن وإحنا بدنا نقعد فيه. لا في حليب ولا في خدمات. أنا ما بلاقيش فرصة ولا حاجة، أنا معلم، أنا معرم. المية اللي بنشربها ملوثة. المية عندنا هنا شكل صعب، مية مالحة طبعًا، إحنا بنسعين بمياه البحر من قلة المياه، مياه الشرب اللي بنشتريها، مياه ما بنعرفش إيش مصدرها ولا إيش من وين بتيجي ولا وين بنبحها، بنشربها. ثاني حاجة اللي هي قلة النظافة طبعًا، فيش ناس تنظف. الجو طبعا الظروف الجويه صعبه جدا، امكانيات المعيشه يعني كالمشتريات والهذا بنمشي مسافه بعيده. احنا الاداره المخيم اللي احنا قاعدين فيه بتحذرنا من الان انه هان المد والجزر بيطلع اكثر من 30 متر فوق، فاحنا معرضين للامواج في فصل الشتاء. احنا من اليوم قاعدين بندور على منطقه نروح نسكن فيها مش لاقيين، وضعنا صعب جدا. احنا بالذات اللي قاعدين على شط البحر في من أسوأ ظروف النزوح الموجود في قطاع غزه، لكن بات لي مكان ثاني اروح فيه مش قادر. الهجمات الإسرائيلية لم تعد تستثني المدن التاريخية. بعد بعلبك في لبنان جاء الدور على مدينة تدمر في سوريا لتتعرض لأولى الهجمات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة قبل أكثر من عام، حيث قتل 46 شخصا جراء القصف الذي طال تدمر. وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان استهدفت هذه الهجمات عناصر من حركة النجباء العراقية الموالية لإيران. يبدو استهداف تدمر مفاجئا نوعا ما، ليس فقط لكونها تضم منطقة أثرية شهيرة، بل أيضا بسبب التواجد الروسي الكبير داخلها. تفاصيل أكثر مع وسام الذهبي. مدينة تدمر السورية تتعرض لقصف إسرائيلي هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب على غزة ولبنان. المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن الهجمات استهدفت أساسا مستودعا في المدينة الصناعية لتدمر كانت تتمركز فيه عناصر من جماعات موالية لإيران. الوكالة السورية للأنباء قالت من جهتها إن القصف لم يطل المدينة الأثرية، ولحد الآن لم يعلق الجانب الإسرائيلي على القصف الأخير
على تدمر. واللافت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا استهدافها مدنا صناعية، وهو ما حصل في منطقة حسياء لأكثر من مرة، وفي القصير المحاذية للحدود مع لبنان، والآن في تدمر. لكن هناك معطى آخر يميز مدينة تدمر عن غيرها من المدن السورية التي قصفت إسرائيل، ويتعلق الأمر بالتواجد الروسي المكثف بداخلها. فالجيش الروسي كان قد أطلق حملة لتطهير المدينة من تنظيم داعش قبل أن ينتشر في أرجائها، بهدف حماية وترميم مآثرها العمرانية العديدة، وتحديدا مدينة تدمر الأثرية. قبل أن نستكمل ملفات العالم الليلة، نتوقف مع هذا الموجز لأهم الأخبار. نبدأ مع الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار جديد قدمته 10 دول في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة ومعاقبة منتهكي القرار بإحالتهم للبند 7. وقال ممثل أمريكا أن مشروع القرار تجاهل إدانة حماس ولم يستوفي الشروط، وكان الغرض منه إجبار الولايات المتحدة على استخدام الفيتو. أيضا أصاب صاروخ أطلق من لبنان بشكل مباشر مبنى في عكا شمال إسرائيل. وذكر مراسل العربية أن رشقة من 25 صاروخا من لبنان انطلقت تجاه نهريا وحيفا والجليل وعكا، حيث دوت صفارات الإنذار. أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين ماثيو ويتيكر سفيرا لدى حلف الناتو. وقال ترامب في بيان أن ويتيكر محارب قوي ووطني مخلص، مؤكدا أنه سيضمن تعزيز مصالح الولايات المتحدة والدفاع عنها. أيضا شرط تقديرات رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا هولجر مانش إلى أن الوضع الأمني في البلاد خطير. وأوضح مانش أن من بين الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير في تقييم الارتفاعات الكبيرة في جرائم العنف والجرائم ذات الدوافع السياسية وجرائم الأحداث والشباب، لا سيما بين الفئات العمرية الأصغر سنا. إلى الشأن الأمريكي الداخلي الآن، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يقول إنه سيحول أمريكا لأعظم أقوى وأقوى دولة. فهل تكون تعييناته الأخيرة ضمن إدارته القادمة هي المفتاح؟ فبعد اختياره لإعلاميين من قناة فوكس نيوز المحببة لقلبه وطرحه أسماء يدور حولها الجدل ضمن مزاعم الاغتصاب والإساءة الجنسية وأخرى حول أعمارهم وقلة خبرتهم، يعود ترامب بأسماء أخرى أغرب وبعضها يقلق، ليس الديمقراطيين فحسب بل بعض الجمهوريين في الكونغرس. نتحدث مثلا الآن عن اختياره ليندا ماكمان لمنصب وزيرة التعليم مسؤولة اتحاد المصارعة السابقة، ومحمد أوز لإدارة مراكز الرعاية والخدمات الصحية، وهو مقدم البرامج الحوارية التلفزيونية السابقة وجراح القلب المؤيد له بشدة، وكذلك مرشح وزارة التجارة هاورد لوتنيك. روان، الأسماء الثلاثة لا شك أن جميعها تثير الأسئلة. أولا، ماذا نعرف عنها؟ وأي الأسماء الأكثر جدلا خلال الساعات الماضية؟ ميسون، الأكثر جدلا هو مرشح وزارة التجارة كونه مؤيد قوي للتعريفات الجمركية خاصة الموجهة للصين. بداية بالحديث عن لينا ماكمان ذات 76 عاما، فقد عملت كمسؤولة لاتحاد المصارعة سابقا واختيرت لتولي منصب وزيرة التعليم، وسبق أن عملت لجانب ترامب في ولايته الأولى. كذلك نتحدث عن اختيار الدكتور أوز مقدم البرامج الحوارية التلفزيونية السابق وجراح القلب المؤيد لترامب بشدة لمنصب قيادة مراكز الرعاية الصحية، وبخطوة تعكس تشددا حيال الصين ترامب اختار هاورد لوتنيك لتولي حق حقيبة التجارة كونه يدعم إعادة وظائف التصنيع وتعزيز العملات المشفرة، وهو داعم للتعرفات الجمركية خاصة التي تستهدف الشركات الصينية. لوتنيك يشغل حاليا منصب الرئيس المشارك لعملية انتقال ترامب، لكن دوره بوزارة التجارة سيكون فرض مجموعة من القواعد لإعاقة تطوير الصين للذكاء الاصطناعي. من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية حسين الطود. حسين، أهلا بك معنا. ما زالت هذه الأسماء يبدو بأنها تتوالى، ويتوالى معها أيضا الجدل. لماذا هذه الأسماء تثير الجدل، وخاصة كما ذكرنا من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء؟ ميسون، بحسب ما يدور الحديث هنا في الداخل الأمريكي، فإن دونالد ترامب يوضح أمرين مهمين من خلال هذه التعيينات. أولا، أنه يقدر الولاء
وثانيا هو يريد أن يكون المرشحون الذين يعينهم لديهم قبول أمام الكاميرا. هذان أمران مهمان كما يتحدث الكثيرون هنا. طبعا الآن دونالد ترامب مختلف عن ولايته الأولى، هو يعود إلى البيت الأبيض كرئيس سابق لديه خبرة، يريد أشخاص موالون له يفهمونه أكثر ما أن يكون هناك أشخاص خبراء في عملهم. هذا ما يركز عليه وهذا ما يتحدث عنه الكثير من الخبراء. طبعا هناك أسماء أثارت الكثير من الجدل، والآن هناك جدل في مجلس النواب خاصة في لجنة الأخلاقيات في المجلس التي تجتمع الآن لتقرر ما إذا كانت ستنشر تقرير حول مات جيتس، هذا الاسم الأكثر إثارة للجدل بين حتى حلفاء دونالد ترامب الجمهوريين الذين يطالبون بنشر هذا التقرير، لأنه من واجب ومن صلاحيات مجلس الشيوخ الاطلاع على جميع المعلومات من أجل رؤية ومعرفة ما إذا كان مات جيتس يناسب منصب المدعي العام في ظل المزاعم والاتهامات الخطيرة بسوء السلوك الجنسي لهذا النائب السابق. هناك أيضا أسماء كثيرة أخرى أثارت الجدل، مثل اسم المرشح لمنصب وزير الدفاع هيكستس الذي يقال بأنه أيضا لديه تهمة بالاعتداء الجنسي. أما الأسماء الباقية في الحقيقة صحيح عليها جدل ولكنها أقل حدة من مات جيتس ومن هيكسيف. ويتكر لديه ترحيب من قبل العديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، طبعا الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يتساءلون ويقولون بأنهم بحاجة لمعرفة المزيد عنه، ولكن ليس هناك اعتراض قوي عليه. هذا الوضع هو هذا الحال هو بالنسبة لهذين الشخصين. أما ماركو روبيو فمثلا لديه تأييد من الديمقراطيين وحتى من الجمهوريين بطبيعة الحال في مجلس الشيوخ ليكون مرشحا لمنصب وزير الخارجية. على كل حال دائما سنبقي أعيننا على كل هذه التسميات وأيضا عندما يتبوؤون أيضا هذه المناصب. أشكرك من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. تحدثنا مشاهدين بالأمس عن عزم ترامب إطلاق خطة شاملة لترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة، خطة سيتدخل فيها حتى الجيش، لكن اليوم سنتعمق أكثر حول مدى قانونية هذه الخطة. مثلا بداية خطة الطوارئ الوطنية بشأن أمن الحدود التي يفكر فيها ترامب من المحتمل أن تؤثر بشكل مباشر على قرابة 20 مليون أسرة، لكن قانونيا يمنح الكونغرس رؤساء الولايات المتحدة سلطات واسعة لإعلان حالة الطوارئ الوطنية وفق تقديرهم، ما يتيح لهم صلاحيات استثنائية بما فيها إعادة تخصيص الأموال التي رصدها المشرعون لمشاريع أخرى. كشف أحد مستشاري ترامب سابقا عن خطط لاستخدام التمويل العسكري في إنشاء منشآت احتجاز كبيرة تعمل كمراكز تجميع للمهاجرين تمهيدا لترحيلهم جوا لدول أخرى. في المقابل يستعد المحامون والمدافعون عن حقوق المهاجرين للطعن القانوني في خطة فريق ترامب، بينما يعمل فريق ترامب على صياغة أوامر تنفيذية محصنة ضد الطعون القانونية، في وقت يختلف خبراء في تقييم دستورية وإمكانية تنفيذ خطط الرئيس السابق ترامب ويجادلون بأن هؤلاء المهاجرين يحملون أذونات إقامة محدودة وأن استخدام الجيش سيخلق إشكاليات قانونية كبيرة. مستمرون معكم، نتابع بعد الفاصل. أردوغان يؤكد استعداد بلاده للتعامل مع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا إذا قررت إدارة ترامب ذلك. تابع العالم الليلة من الشأن الأوكراني الروسي. بايدن يحقق لزيلينسكي رغبته الأخيرة ويسمح بضرب العمق الروسي باستخدام الأسلحة الأمريكية، وبذلك يسمح باستخدام الصواريخ البريطانية ستورم شادو والفرنسية سكالب أيضا، كونها تستخدم مكونات أمريكية ولا تستخدم إلا بموافقة واشنطن. أوكرانيا تستخدم هذه الصواريخ التي لا يزيد مداها عن 300 كيلومتر منذ مدة طويلة، حيث أعلنت روسيا عن تصديها ل 92 صاروخ أتاكامز منذ بداية الخريف الحالي، حتى كانت تستخدمها كييف لضرب القرم ودونباس التي تعتبرها أوكرانيا من أراضيها. القوات الروسية وإن استعدت للقرار الأمريكي بسحب مقاتلاتها ومراكز قيادتها أبعد من مدى الصواريخ الأمريكية، إلا أنها ستفقد ميزة كبيرة تتعلق بطول خطوط الإمداد، ما سيعرقل الهجوم الروسي المضاد في كورسك خاصة، ولذلك توعدت روسيا بالرد.
مباشرة بعد إعطائها الضوء الأخضر لاستهداف الأراضي الروسية، أعلنت أمريكا غلق سفارتها في كييف حتى إشعار آخر، وهو قرار اتخذته دول أوروبية أخرى تحسبا لأي رد فعل روسي كبير. بكين من جهتها علقت على تغيير موسكو لعقيدتها النووية وطالبت بوقف التصعيد واللجوء إلى الحوار. أما باريس اعتبرت قرار موسكو متوقعا ودعت لعدم الرضوخ لتهديداتها. في السياق نفسه اعتبرت لندن أن عقيدة روسيا النووية الجديدة لن توقف الدعم عن كييف بالرغم من استنكارهم للخطوة الروسية. صواريخ أتاكامز الأمريكية تضرب منطقة حدودية داخل أراض روسية، وتهديدات موسكو بحرب نووية قد تتحول في أي لحظة إلى تطبيق فعلي. لكنها ليست الخيار الوحيد. الحرب الهجينة أسلوب آخر قد تستخدمه موسكو بكثافة للرد على كييف. استراتيجية عسكرية تجمع بين ثلاث حروب، التقليدية وغير النظامية والسيبرانية. الهدف منها تعطيل الإمدادات العسكرية للخصم وإحداث نوع من الفوضى والتشويش. تمتد آثاره لفترة زمنية طويلة. إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الحرب الهجينة التي تشنها روسيا سواء في أوروبا أو في مختلف أنحاء العالم. أوضحنا لروسيا في عدد من المناسبات أننا سنحاسبها على ذلك. صحف بريطانية وأمريكية تقول إن لروسيا تاريخاً طويلاً مع الحرب الهجينة التي تتركز إلكترونياً من خلال الهجمات السيبرانية على مواقع حيوية وبث المحتويات المضللة والشائعات لتعميق الانقسامات أو تضخيمها، وتمتد إلى التخطيط لشن مؤامرات قتل واغتيالات على الأرض. الحملة المتصاعدة من الهجمات الهجينة التي تشنها روسيا على دول عدة تسلط الضوء على الطريقة التي يمكن لموسكو من خلالها شن هجمات دقيقة مستهدفة بها أوكرانيا. يذكر أن التحدي في صد الهجمات الهجينة يتمثل في تنوع الأهداف المحتملة التي قد تشمل القواعد العسكرية والبنية التحتية الاستراتيجية، بالإضافة إلى سهولة إنكار الهجمات من الدول المنفذة وصعوبة تتبع الأدلة أو إثباتها. وكانت روسيا قد نفت في مناسبات عدة استخدامها لهذا النوع من الحروب. طبعاً هذا تطور خطير وسنغوص في أعماقه أكثر مع ضيفنا أستاذ رياض قهوجي، مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسليح. أيضاً زميلنا عبد الجليل مسعي سيشرح لنا أيضاً العديد من النقاط حول هذا التسلح. أستاذ قهوجي أهلاً بك معنا، وعبد الجليل أيضاً نريد منك أن تتحدث لنا عن أهمية هذه الأسلحة، خاصة بأنه بوتين توعد بالرد بحال تم استخدام هذه الأسلحة الأمريكية في الداخل الروسي، واللي أصلا أوكرانيا يبدو بدأت به. نعم بدأت، ولدينا الدليل أيضا. هناك بدأت أو الضوء الأخضر الأمريكي كان يهدف أساسا لاستخدام هذه الصواريخ في العمق الروسي وفي إقليمي كورسك وبريانسك، وذلك من أجل حماية القوات الأوكرانية التي تتحصن في سوجا داخل إقليم كورسك، والتي تقول واشنطن أنها قد تواجه هجوما من القوات الروسية والكورية الشمالية، ولذلك من أجل حمايتها سمح باستخدام صواريخ أتاكامز الأمريكية. صواريخ أتاكامز كانت أول الصواريخ التي استخدمت، واستخدمت لاستهداف كاراشيف، وهي منطقة معروف بأنها استخدمت من أجل تخزين، أو يعتبر بأنها مسار لوجستي مهم جدا بالنسبة للجيش الروسي، ويبعد عن الحدود مسافة 110 كيلومترات. إذن استخدمت 5 صواريخ أتاكامز، 6 في المجمل، 5 أسقطت وصاروخ واحد أصاب هدفه وشاهدنا أثار الهجوم. إضافة إلى صواريخ ستورم شادو البريطانية، والتي استخدمت أيضا للمرة الأولى اليوم، واستخدمت باتجاه مارينو، هذه المنطقة التي تبعد 40 كيلومتر عن الحدود. هذه المنطقة قريبة من سوجا، ولديها دور كبير أيضا في الهجوم المضاد الذي تقوم به القوات الروسية هنا، وتم استهداف موقع بأكثر من 10 صواريخ ستورم شادو. للتذكير، صواريخ ستورم شادو هي صواريخ جو أرض تطلق من المقاتلات
الأوكرانية، وخاصة بعد تعديل مقاتلات سو 24، وأيضا بطبيعة الحال F-16 الجديدة التي تحصلت عليها أوكرانيا. لكن بالعودة للتحذيرات مباشرة بعد استهداف روسيا بهذه الصواريخ، أصدرت السفارة الأمريكية في كييف هذا البيان، بيان تحذير يؤكد بأنها أغلقت وعلقت خدماتها مؤقتا ربما توقعا لهجوم روسي كبير في الساعات القليلة المقبلة. روسيا قدمت هذه الأدلة، شظايا من الصواريخ كتب عليها ستورم شادو، نقش عليها، وهذا ربما حسب المصادر الروسية لا يترك مجالا للشك لاستخدام هذا السلاح البريطاني. للتذكير هذا السلاح هو صاروخ قد يصل مداه إلى أكثر من 500 كيلومتر، وتقول الشركة المصنعة بأنه صاروخ لديه ميزة شبحية كبيرة ويمكنه ضرب عمق العدو، القوات العدو وربما روسيا في هذه الحالة. هنا نشاهد أول مقاتلة سو 24 أوكرانية، وهي تحمل صواريخ ستورم شادو أو سكالب الفرنسية، هي صاروخ واحد يحمل اسمين مختلفين بين روسيا وبريطانيا، بين فرنسا وبريطانيا. إضافة إلى ذلك نشاهد تأثير هذه الصواريخ التي بدأت أوكرانيا باستخدامها في اتجاه القرم منذ مايو 2023 أول هجوم. نشاهد هنا هجوم على ميناء تصنيع السفن في القرم، ونشاهد هنا أيضا أثار هجوم على سفينة الإنزال مينسك التي تقول أوكرانيا أنها دمرتها بهذه الصواريخ. هنا نشاهد قاعدة أسطول البحر الأسود أيضا يتصاعد منها الدخان بسبب صواريخ ستورم شادو، وهنا أيضا نشاهد نوفو تشيركاسك وهي سفينة إنزال روسية أيضا هجمت بهذه الصواريخ. روسيا تقول بأن هذه الصواريخ ليست خطيرة، الخطر هو استخدام هجوم مركب بين المسيرات وصواريخ أتاكامز وصواريخ ستورم شادو مما قد يغرق دفاعاتها الجوية. وهنا نشاهد هجوم اليوم، أوكرانيا صورت بالمسيرات هذا القصر الذي يعود للقرن 19، وقالت بأن قوات كوريا الشمالية تستخدمه كمقر إقامة مؤقتة في إقليم كورسك وهجمت، يبدو أنها لم تصب المبنى الرئيسي. وهنا نتوجه بسؤال إلى أستاذنا رياض قهوجي، هل بإمكان أوكرانيا فعلا استخدام هذه الصواريخ دون الحاجة للتدخل المباشر لقوات الناتو مثل ما تقول روسيا؟ طبعا هذه الصواريخ توجه عبر منظومة GPS، وبالتالي هي بحاجة لجهة تملك القدرة على الوصول لصور أقمار صناعية بشكل سريع بشكل آني، نعم، لتحدد أهدافها للتعامل معها، خاصة كانت أهداف متحركة، يمكن كان هناك استهداف لمنصات صواريخ مثل S-300 S-400 منظومات رادار جوي، أيضا لاستهداف يعني أهداف ثابتة متعددة. يعني ستورم شادو والأتاكامز استخداماتهما هي لعمليات الهجوم أو الاستنزاف. الهجوم هي في عملية تأتي ضمن سياق عملية متكاملة تقوم على أساسها بضرب جسور، بضرب خطوط مواصلات، بضرب تجمعات عسكرية لإحراز تقدم ما، أو استنزاف يعني عملية قصف مخازن لل هذا ما تحدث عنه عبد الجليل، بأن روسيا تخاف من هذا الأمر أن تكون متزامنة كلها مع بعض. هي عملية استنزاف. الاعتقاد اليوم من الخبراء أن التوقيت يأتي لدعم جهود أوكرانيا بوقف التقدم الروسي في منطقة كورسك. هناك اتجاه لدعم أوكرانيا في المحافظة على احتلال أراضي داخل روسيا، واستخدام روسيا للمقاتلين من كوريا الشمالية هو مخصص لجبهة كورسك، وبالتالي سيكون هناك استخدام أكثر لأتاكام ولا ستورم شادو في داخل جبهة هناك كورس. أمر آخر أيضا خطير وهو موضوع الألغام، وهذا ما تتخوف منه الآن روسيا. لماذا كل هذا التخوف؟ هل حقيقة هذه الألغام هي التي ستوقف التقدم الروسي أم من الصعب ذلك؟ هلا هناك يعني انتقاد من عدد جهات أن أولا السماح الآن باستخدام هذه الصواريخ بات متأخر، كان على الإدارة الأمريكية أن توافق قبل أشهر، قال كان ذلك ساعد أوكرانيا بالمحافظة على زخم تقدمها داخل كورسك، إنما محظى قد حصل. إنما الألغام هو تكتيك يستخدم في
استخدمته روسيا بنجاح على جبهات متعددة داخل أوكرانيا، المنطقة التي وصلت إليها في زاباروتشيا، في خرشيف وغيرها، قامت بزرع ألغام وبناء تحصينات لمنع الأوكران من التقدم. الأوكران يحاولون تطبيق نفس الاستراتيجية في كورسك عبر زراعة ألغام وإنشاء خطوط دفاع ستصعب على الروس من عمليات التقدم واستعادة أراضيهم التي احتلتها أوكرانيا. وهنا الانتقاد الروسي لهذا الموضوع. على كل حال انتهى وقتنا، ولكن موضوع تغيير العقيدة الروسية، هل الآن أصبح للدفاع عن النفس من قبل روسيا أم هي فقط للردع؟ هي فقط يعني بوتين تحديدا دائما يستخدم ورقات النووي، يعني هو يعتبر أن الغرب لديه حساسية كبيرة ضمن هالموضوع، وما يعني ما لبث من بدء الحرب في أوكرانيا يستخدم هذه الورقة لثني أوروبا والناتو عن المساهمة أكبر عسكريا داخل أوكرانيا. إنما لا أعتقد أن هذا الحديث عن العقيدة له أي أمر آخر سوى الدعاية وأيضا لمحاولة رفع منسوب الردع من جانبه. صحيح، وهو يقول بأنه بانتظار ترامب أيضا لأنه هو متحمس لوقف الحرب. طبعا. نشكرك أستاذ رياض على كل هذا الشرح والتفاصيل. إلى موضوع آخر الآن، الوجود التركي في شمال سوريا حيث يعود للواجهة من جديد حاملا معه إرثا ثقيلا من العلاقات المضطربة بين البلدين، فيما تكرر أنقرة دعواتها ومساعيها لتطبيع علاقاتها مع دمشق. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العائد من البرازيل عقب قمة العشرين أكد أن بلاده ستواصل العمل في سوريا بما يراعي مصالح تركيا وأمنها القومي. وبخصوص الدور الروسي قال أردوغان أن بلاده تجري مباحثات مع روسيا بشأن التسوية في سوريا، كما أنها مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا. هنا يجدد أردوغان تمسكه ببقاء قوات بلاده في شمال سوريا بداعي محاربة الإرهاب أو إعادة تموضعها في حال انسحاب القوات الأمريكية منها. وهذا التواجد العسكري التركي تراه دمشق غير مشروع وعائقا أمام استئناف العلاقات بين البلدين. ما هو التبرير الذي يستخدمه أردوغان لبقاء قواته في سوريا؟ الآن ينضم إلينا مولود، هل هناك من إجابة لهذا التبرير مولود؟ ميسون، أردوغان برر اليوم هذا التواجد التركي في الشمال السوري باحتلال حزب العمال الكردستاني حسبه شمال سوريا، وبالتالي وجود هذه القوة التركية يبقى ضامن للأمن القومي التركي حسب ما يقول أردوغان. بلغ عدد المواقع العسكرية التركية في سوريا بين منتصف عامي 2023 و2024 وفقا لتقرير لمركز جسور للدراسات بلغ 126 موقعا، منها 12 قاعدة عسكرية في الشمال السوري. معظم هذه القواعد العسكرية في محافظة أدلب، حيث يوجد فيها 58 موقعا عسكريا في محافظة أدلب و51 موقعا طبعا في أدلب، و10 مواقع في الرقة وأربعة في الحسكة وموقعان في اللاذقية وأيضا موقعا واحد في محافظة حماد. التواجد التركي في الشمال السوري يعود لعام 2016، أين نفذت تركيا سلسلة من العمليات العسكرية لإبعاد الجماعات الكردية عن حدودها، وكثيرا ما طرح القادة الأتراك خططا لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في شمال سوريا حسب ما أفادت أسوشيتد بريس. شهر مايو الماضي هدد أردوغان بتوسيع العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا في حال مضت الجماعات الكردية التي تسيطر على الأجزاء الشمالية والشرقية من سوريا في خططها لإجراء انتخابات محلية، وترفض أنقرة إنشاء كيان كردي مستقل عبر حدودها. والفكر المهيمن لاستراتيجية أنقرة في سوريا حسب معهد واشنطن للدراسات هي القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة تهديدا أمنيا متعاظما لها، وترى أن تقوية مركزية الدولة السورية من خلال تطبيع العلاقات أفضل لها من إنشاء كيان كردي مستقل عبر حدودها. نعود إليك ميسون.
ينضم إلي من إسطنبول الآن دكتور سمير صالحة، الأستاذ في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور سمير. الانسحاب الأمريكي يعني سنتعامل معه كما يقول الرئيس أردوغان، ما المقصود بذلك وكيف سيكون تأثيره على التطبيع مع النظام؟ صحيح، مساء الخير للجميع. أولا برأيي ميسون النقطة الأولى أساسية، أنه هل فعلا أمريكا قررت الانسحاب أو ستقرر الانسحاب من الأراضي السورية؟ هذه هي برأيي الآن مركز النقاش في الداخل التركي. صحيح أنه الرئيس التركي قال أنه تركيا جاهزة لتحمل المسؤوليات عند انسحاب القوات الأمريكية، لكن كما تعرفين أنت أيضا واشنطن تربط عملية انسحابها أيضا بأكثر من شرط، بأكثر من مادة في التعامل مع هذا الملف. تريد ضمانات كثيرة سواء كان من الجانب التركي أو من الأطراف الإقليمية الأخرى المؤثرة في الملف السوري. الآن طبعا سيناريو الانسحاب أيضا يحتاج إلى نقاش مطول على مستوى الأطراف المؤثرة في الملف السوري كما تعرفين. يعني مثل من الجانب الروسي وسوريا بحد ذاتها النظام أيضا؟ الجانب الروسي والجانب الإيراني. لكن اليوم الرئيس أردوغان في تصريحه ميسون كان في نقطة ملفتة جدا، أنه دعا دمشق أيضا للتحرك عند انسحاب القوات الأمريكية باتجاه التعامل والتنسيق مع أنقرة في القضاء على هذا المشهد الحالي في شرق الفرات. رسالة برأيي تحمل معها أكثر من مسألة، أنه أنقرة ما زالت تراهن على سياسة مد اليد باتجاه النظام في دمشق، متمسكة بهذه الخطوة، وأنه تنتظر الآن رد من دمشق إذا ما كان في قرار أمريكي حقيقي بمغادرة شرق الفرات، أن يكون في تنسيق تركي سوري في التعامل مع هذه المسألة. شكرا لك من إسطنبول دكتور سمير صالحة، الأستاذ في العلاقات الدولية. الآن إلى الرياضة. يسعى سيرجيو راموس أسطورة ريال مدريد إلى العودة مجددا لناديه حتى ولو مجانا، لكنه يواجه فيتو من إدارة النادي الملكي. وبحسب مصادر إعلامية إسبانية، إن النادي رغم حاجته للاعب في مركز الدفاع بسبب إصابات عدد من عناصره، إلا أن رئيسه يرفض إعادة راموس مجددا كونه لم يتقبل طريقة مغادرته للفريق قبل 3 سنوات، إلى جانب تطبيق ريال مدريد مبدأ عدم منح فرصة أخرى للاعب يترك النادي. في الاستوديو ينضم إلينا زميلنا عبد الملك الجزولي الصحفي في قسم الرياضة. عبد الملك أهلا بك معنا. مرحبا. راموس يريد العودة إلى ريال مدريد، هل حقيقة يعني هو مستعد أن يعود من دون أي لقاء مادي؟ ولماذا هو يعني يستقتل ليعود لريال مدريد بهذه الطريقة؟ صحيح، راموس حاليا لاعب حر، وبحسب التقارير الإعلامية القريبة من نادي ريال مدريد عرض نفسه أكثر من مرة على إدارة ريال مدريد، لكن رد فولنتينو بيريز رئيس النادي كان لا، أنت لاعب غير مرغوب به. وعلى خلفية التوترات الأخيرة اللي كانت بين راموس وبيريز في ديسمبر 2020، عندما رفض راموس تجديد عقده مع ريال مدريد، واخطر بيريز بأنه عليه أن ينظر في الموسم على أنه عليه أن يخطط للموسم المقبل بدون المدافع. وكان ريال مدريد حينها قدم عرضا لراموس لمدة موسم مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، وبعدها رفض راموس التجديد وطالب بموسمين، وحصل التوترات وشد وجذب بين المدير. لماذا يريد أن يعود إلى ريال مدريد راموس؟ يعني أليس هناك من خيارات أخرى لديه؟ أم هناك عاطفة يعني تجاه ريال مدريد؟ هو حسب المقربين من راموس هو عاوز يختم مسيرته في ريال مدريد، عاوز يختم مسيرته على أعلى مستوى. النادي اللي لعب له 16 موسم، حقق له 22 بطولة، عاوز ينهي مسيرته، خاصة في ظل الإصابات الحالية بيعاني منها ريال مدريد. فهو شايف أنه عنده إمكانية يقدم أكثر وينهي مسيرته بطريقة تاريخية. طب لماذا لا يستفيد ريال مدريد من هذه الفرصة؟ يعني كما ذكرت لديه إصابات، يعني تيلتاو مصاب، كالفخار مصاب، وراموس هو متعود على ريال مدريد، يعرف تقريبا 80% من الفريق المتواجد. لماذا لا يستفيدون من هذه الفرصة؟ المشكلة الأولى تكمن في توتر العلاقة بين بيريز وراموس كما ذكرنا. لا، في جانب ثاني
هو أنه الصحافة القريبة من ريال مدريد ترى أنه ريال مدريد ممكن يستفيد من راموس كقائد في غرفة الملابس وعلى أرضية الملعب وممكن يوجه اللاعبين الشباب، لكن إدارة ريال مدريد إذا اتجهت إلى السوق ولحل أزمة الإصابات الحالية فهي عاوزة لاعب جاهز، وراموس كما نعلم عمره 38 سنة، من شهر مايو ما لعب بعد ما انتهى عقده مع إشبيليا، فهو لا يعد الخيار المناسب بالنسبة لإدارة ريال مدريد، هذه الحجة يعني. ولكن البعض يقول العكس أيضا أنه راموس هو جاهز لأنه يعني من مايو حتى الآن ليس وقت طويل، فهو يعني لم يبعد كثيرا عن الملاعب، ولكن أيضا ريال مدريد يبدو بأنه يريدون لاعب على مدى طويل ولذلك لا يريدون أن يستثمروا به. صحيح، ريال مدريد ينظر إلى لاعب على مدى طويل، كما نعلم أنه ريال مدريد في الفترة الأخيرة أصبح ينظر إلى اللاعبين الأصغر سنا وعلى المدى الطويل، وفي نفس الوقت في إشكالية بالنسبة لريال مدريد ما بينظر اللاعبين الأساطير يعني الخاصين بالنادي. بس السؤال الأخير، أنت مع عودته ولا لا؟ أنا مع عودته لأنه بحب له لاعب ولا راموس وبحب ريال مدريد يرجع القلق له. شكرا لك. شكرا لك. العالم الليلة انتهى، القادم خارج الصندوق، ولكن نذكر بالعناوين. حزب الله يقول أنه سيقاتل ويفاوض، وتل أبيب تتمسك بحرية الحركة ضده. تقارير تتحدث عن تحول في موقف المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تجاه الحكم العسكري لغزة. وجديد إدارة ترامب المقبلة، مسؤولة سابقة بالاتحاد المصارعة ومقدم برامج ومؤيد قوي لفرض التعريفات الجمركية. ستورم شادو لضرب العمق الروسي، وواشنطن تزود كييف بألغام مضادة للأفراد. وفي خارج الصندوق، بغداد عالقة بين تهديدات إسرائيل وهجمات الفصائل المسلحة العراقية دعما لغزة. رئيس الحكومة يحاول احتواء الأزمة، فهل يستطيع أم باتت المواجهة حتمية؟ ولدينا أيضا ترامب وماسك، علاقة الصداقة التي أو العداء التي تحولت إلى صداقة تثير مخاوف لدى الجمهوريين، وبدأ الصدام مع أحد مستشاري ترامب.